انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن. زوجة اسمها غادة صابر في اسمها غادة او بيت ان اسمها نهلة ولا نهى معرفش، انا ما بتفرقش معايا، انا مش عايز اشيرها. السيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناه على اليوتيوب. اكثر من مليون مسيحي في مصر، 1,160,000 اصبحوا مسلمين او تأسلموا او تركوا المسيحية من عام 1995 حتى الان. طبعا دلوقتي هي نمرة واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش، واحنا تايهين، واحنا مش عارفين حتى نرد عليها. اول ما الكنيسة وشوف ولادك طبعا ده هياخد وقت. مسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي زعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، تحياتي للجميع. في لقاء متجدد مع الاستاذه نهى السيد. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن قصه يمكن هتبقى مهمه او ملفته للنظر للناس، لان الناس بيهمها ازاي الانسان انتقل من دين الى دين. يعني واحد بيبقى على دين معتقد ان هو صح، على الاقل بالنسبه لنفسه. يعني اكيد ما فيش واحد هيفضل يعتنق دين معين لمده 20 سنه او 30 سنه وهو مش مقتنع بيه، مقلد فقط. يعني دايما القصص بتاعت التحول الديني بتبقى مادة غنية للإنسان اللي بيحاول يدور على حاجة. فدايما بنبص كمسلمين للناس اللي سابت المسيحية أو سابت اليهودية أو سابت الديانات الأخرى وبقت مسلمة، ونعرف هو إيه أسبابهم، إيه اللي عجبهم في الإسلام وإيه اللي خلاهم يبتعدوا عن الدين اللي هم تربوا عليه أو نشأوا عليه. تحياتي طبعا لام الحاجه فاطمه، تحياتي للاستاذ نهى السيد، وتحياتي للاساتذه على الشات، استاذه مؤنيس، الاستاذ هشام النجار، استاذ مازن، استاذه ساره، استاذ دكتور هاني، استاذ قدير عبد الله، قدير عبد الله ايوه، وكل الاساتذه اللي الحق بينا ان شاء الله. اتفضلي معاك المايك يا طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا تحياتي ليك يا رامي، تحياتي لنهى السيد منورانا حبيبتي، تحياتي لجميع الأخوة اللي على الشات، طبعا كل باسمه ورسمه. الحلقة النهاردة هتكون حاجة من القلب للقلب. أصل الدين ده هو أساسه بيسكن في القلب، ممكن العقل لكن القلب الأساس. فاحنا هنشوف السيدة نهى اتعاملت ازاي مع هذا الدين، وايه اللي وصلها للإسلام، وايه اللي خلاها مصرة على هذا الدين. ولان الرحلة دي مش سهلة على اي حد، لابد يكون في وقفات معينة، وانا اعتقد ان مش في يوم وليلة يعني تحولت من مسيحية الى الإسلام. فأول سؤال لك يا نهى، أنت كنت مسيحية، فضلت مسيحية كام سنة؟ بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا تقريبا أسلمت وكان عمري 43 سنة، يعني أسلمت مش وأنا صغيرة، أسلمت وأنا كبيرة وقطعت شوط كبير في المسيحية. طبعا أنا يعني النهاردة أنا حابة أتكلم مع حضراتكم عن رحلتي طبعا اللي كانت سبب في تركي المسيحية واعتناق الإسلام. بس قبل ما أبدأ عندي سؤال بس بسيط عايزة أطرحه على المتابعين، على الرغم من أنه سؤال بسيط لكن في غاية الأهمية. إزاي ممكن يكون في دين صحيح وكتابه فيه تناقضات وأخطاء؟ ده اللي أنا اكتشفته، ده السبب الحقيقي اللي خلاني اعتنقت الإسلام في نهاية رحلتي. لو حباني أتكلم عن إيه اللي خلاني أتجه للبحث في الإسلام أنا ممكن أتكلم في الموضوع ده. لا بس إحنا نبدأ مرحلة قبل، يعني ما قبل،
يعني مين. في مرحلة ما كنت مسيحية كنت بتمارسي طقوسك عادي، بتروحي الكنيسة، حياتك عادية، ايه نظرتك او نظرة اللي حواليك ونظرتك انت كان للإسلام ايه؟ عايزة الحتة دي. حياتي عادية جدا، انا ام لست ابناء، موظفة في شغل حكومي، وظيفة حكومية، حياتي عادية جدا، زوجة، بس يعني بالنسبة لمروح الكنيسة والطقوس والكلام ده انا كنت مستنكرة الكلام ده، يعني ما كنتش بروح كتير، لو تلح علي ان انا اروح الكنيسة ليه؟ ببساطة انا مش مقتنعة، يعني من صغري وانا مش مقتنعة. لما كبرت بقى وخلاص ابتديت ابحث، يعني ايه اللي احنا بنعمله ده، ايه اللي هو ثالوث واب وابن وروح قدس، ايه اللي هو اله ويتعلق على خشب الصليب يعني فلا استوقفت مع نفسي ومع عقلي، خدت فرصة كبيرة قوي مع نفسي ما يقرب سنتين وانا في صراع داخلي، هل اللي انا فيه ده هو الصح ولا ممكن يكون غلط وفي حاجة تاني صح؟ انا مؤمنة بالفعل ان في اله، يعني انا عارفه ان في اله، انا مش ملحده، يعني في اله في الدنيا، في اله بينظم الكون ده، بس معقول الاله يكون بالضعف ده ان هو اتجاب اليهود والرومان صلبوه وبهدلوه على الصليب؟ يعني خلينا واقعيين، بهدل على الصليب حرفيا. هل ده ممكن اله يكون قوي ممكن يحميني اذا كان هو مش قادر يحمي نفسه؟ فمن هنا نقطة البداية يعني. وكمان موضوع التوحيد، يعني بالنسبة للمسيحية ما فيهاش حاجة اسمها توحيد طبعا، كلهم مثلثين. مثلثين بمعنى ايه؟ بمعنى انهم بيقولوا اب وابن وروح قدس، هم بيقولوا اله واحد، بس ازاي اله واحد يعني؟ فالموضوع ده كان معضلة بالنسبة لي، يعني مش مقتنع بيه. سألت طبعا كتير القساوسة وزميلات في العمل، كانوا بيشرحوا لي بصراحة، بس يعني شرحهم مش منطقي، يعني حاجة مش مفهومة، يعني تحس ان هم بيلفوا ويدوروا ومش بيصيبوا كبد الحقيقة، يعني مش بيسمعوا لي الكلام اللي المفروض يتقال. بس فكل العوامل دي أدت ان انا لا لازم ادور على الصح. انا عارفة ان انا لما اسيب المسيحية واعتنق الاسلام او اعتنق اي دين تاني حياتي الاسرية هتنهار، ده شيء طبيعي، لان انا يعني تركت حاجة وهترك كل اسرتي وولادي وكل ما املك في سبيل ان انا بسعى ان انا اعرف الحقيقة واعتنق الدين الصح. وابتديت فعلا، ابتديت رحلة استوقفك هنا بقى، ايه فكرة المسيحيين عن الإسلام في التوقيت ده؟ يعني أنت كنت، أنا عايزة الحتة دي عايزاها. فاهمة. فكرة المسيحيين عن الإسلام فكرة للأسف سيئة ومغلوطة. أنا لما جيت الإسلام اكتشفت أن كل اللي بيتقال عن الإسلام غلط، يعني ما هوش دين إرهاب زي ما هم بيقولوا، ما هم مش ناس مفتريين وبيضربوا اي حد. انا واحده من الناس كنت فاكره ان كل واحد مسلم شايل سيف في جيبه ولا شايل مش عارف ايه، يعني ادينيين اي حاجه هيقابلونا في الشارع هيقتلونا وهياخدوا ذهبنا وهياخدوا فلوسنا وسكننا. لا، الكلام ده غلط خالص، يعني مش مظبوط الكلام ده. المسلمين ناس عاديين جدا، مسلمين، فيهم وحش وفيهم كويس زيهم زي اي شهر، زي المسيحيين نفسهم، يعني هم المسيحيين مش ملائكه برضه، ما هو فيهم ناس وحشين. الكلام هنا مش على المسيحي والمسلم، الكلام هنا على العقيده، ايه الاسلام مش ايه المسلمين. انا لا يعنيني المسلمين في شيء، انا اهم حاجه الاسلام، لاني هعتنق الاسلام مش هعتنق المسلمين. بس في كان بيقولوا المسلمين ارهابيين، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم إرهابي ودموي وخط حروب كتير، ولا تأسلم لنقتلك الكلام ده، يعني فما كانش حاجة لطيفة جوايا عن الإسلام. يعني أنا ما فكرتش في الإسلام كده، يعني أنا مش هسيب المسيحية وروح الإسلام، لا أنا سيبت المسيحية وقعدت فترة كبيرة قبل ما أقول أنا هروح الإسلام، يعني في فترة حوالي مثلا سنة ونص أو سنتين إن أنا سيبت المسيحية، لكن لسه ما لقيتش البديل. يعني انا لا هستوقفك هنا، الحته دي هستوقفك فيها. يعني انت الاول جالك التناقض او التشكيك في هذا الدين، ما كانش بسبب الاسلام، لا. انت الدين نفسه مش مقتنع بيه. ايوه، الدين نفسه مش مقتنع بيه، مش انا هسيب المسيحيه عشان اروح الاسلام. في خطوات في العمليه، انا لازم يعني الاول شكيت في العقيده اللي انا فيها،
وعرفت ان هي ملوثة او فيها تناقضات او الكتاب موش من عند ربنا، لان كلام ربنا ما ينفعش يكون فيه تناقضات، فكده انا بقيت خلاص فضيت من المسيحية. فانا بدور بقى، خدت فترة بدور ايه الصح اللي انا فيه هو الغلط، ايه بقى الصح؟ ممكن يكون اليهودية هي اللي كانت صح، ولو ان يعني ما فيش فرق بينهم هما الاثنين، ممكن يكون البوذية هي الصح. لكن عندنا في الشرق الاوسط الدين الرسمي والاساسي واللي ممكن اسال فيه وابحث فيه هو الاسلام. وبصراحه هو الاسلام هو يعني هو اكثر الرسالات السماويه، وهو الدين الوحيد الصح، لانه هو قائم على الوحدانيه، والوحدانيه دي الفطره بتندد بيها، ما ينفعش يكون مع ربنا حد تاني. فانا لقيت ان الاسلام اقرب لي عقلا ومنطقا وتفكيرا، علشان كده اتجهت للبحث في ملفات الاسلام اللي انا خايفه منها. الملف يعني الاسلام بالنسبه لي كان ملفات متقفله وانا خايفه منها بصراحه، يعني خايفه يكون الاسلام دين ارهاب، خايفه يكون النبي محمد ارهاب زي ما بابا بيقولوا. هم بيقولوا كلام كتير قوي، يعني احنا سمعنا كلام كتير قوي وبنسمع كلام كتير قوي. لما دخلت الاسلام اكتشفت ان كل المعلومات دي معلومات مغلوطه، وبيحصل تشويش على شعب الكنيسه عشان ما يفكرش يسيب الكنيسه او ما يفكرش يتجه الاتجاه الصح. تمام. طيب ايه بقى الحاجة اللي خلتك تبقي نفرة من الدين المسيحي، والحاجة اللي خلتك تروحي للإسلام؟ بالنسبة لنفوري من الدين المسيحي إلا منطقية في الطقوس اللي بيتم اتباعها، يعني مثلا أول حاجة الثالوث، الثالوث دي العقل المنطق نفسه ولا العقل ما يقبلش إن الله يكون ثلاثة، أب وابن وروح قدس، يعني ازاي الله هو واحد؟ ما فيش كلام، يعني ما فيش تعقيب، هو الله هو واحد، ما ينفعش يكون ليه شريك. دي اول حاجه. طبعا الوحدانيه هو اهم ما يميز الاسلام. ثانيا مثلا الاعتراف اللي بيعملوه، يعني انا عن نفسي ما اديتش الاعتراف ده خالص، انا عمري ما كان لي اب اعتراف، لان انا مستنكره ان انا اعمل غلط، مثلا اعمل غلط في الشغل، ولا امسك سيره حد ولا نميمه ولا الكلام ده، واروح للكاهن اقول له انا عملت كذا، وانا اقول له ليه؟ طب ما انا اروح اعترف لربنا، مش ما اسمهاش اعتراف، اسمها استغفر ربنا وانوي من قلبي ان انا ما اعملش الكلام ده تاني. اصل ما فيش، اصل ده كاهن، الكاهن ده انسان زيه. فأنا كنت مستنكرة برضو حكاية الاعتراف، التناول جسد المسيح ومش عارف ايه، وناكل جسد المسيح ونشرب دمه، برضو حاجة لا منطقية. حاجات كتير يعني الطقوس الكنسية برمتها أنا مستنكرها، أنا مش عايزة أعملها أو ما عملتهاش في حياتي يعني. فالحاجات دي خلتني أنفر من المسيحية. والتناول ان انا قبل كده يعني قلت طب ما يمكن انا بتجنى على الحاجات دي، انا عايزه يعني اتاكد، لا الا اكون ان انا مثلا الشيطان ضحك عليا زي ما بعض القساوسه قال انت مين بيلعب في دماغك، لما واجهته بعده اسئله. جبت القربانه اللي هي هم مش عارفه حضراتكم تعرفوها ولا لا، القربانه اللي هي في الكنيسه بتتباع دي اللي هي العيش، وجبتها وحطيتها عندي عادي كده في كيس بلاستيك. هما بيقولوا عليها ان هي جسد المسيح، تمام ماشي، جسد المسيح. جسد المسيح ده المفروض ان هو ما يطلوش عفن ولا ميكروبات ولا اي حاجه، ده جسد المسيح بقى. جبتها وحطيتها في كيس بلاستيك، يومين والتالت ولقيتها ايه، باظت عفنت. طب هو ده جسد المسيح اللي احنا بناكله ومؤمنين ان احنا بنتحد بالمسيح؟ هو ده، هو ده اللي الكنيسه قايمه عليه، ولو فتفوته وقعت في الارض الدنيا تخرب ومش عارف ايه، ونصوم قبل ما ناكله 12 ساعه من بالليل ايه، انتوا بتهرجوا، انتوا بتهرجوا، ده عيش يعني مخبوز زي العيش اللي بنعمله في البيت، خبيز وعادي جدا يعني، خميره وميه وبتاع. فتهريج يعني، تهريج يعني كله يعني. انا في قناعتي ان المسيحيه دي درب من دروب الوثنيه، يعني كلها يعني مشابهة جدا للبوذية والهندوسية والناس اللي بتعبد بقر، يعني المسيح اتجسد، الله اتجسد في صورة المسيح، ايه تفرق من الله اتجسد في صورة البقرة زي ما هم بيقولوا؟ مفيش، كلها ضرب من دروب الوثنية، مفيش غير الإسلام الواحد اللي هو بيقول ان ربنا محدش بيشوفه محدش بيلمسه، ما اتجسدش ما نزلش في الأرض ما اتضربش. فعشان كده الإسلام يعني يعتبر هو الدين الوحيد الموافق للمنطق والفطرة.
تمام. طيب ايه بقى انت استنكرتي خلاص وقررتي او احساسك بان هذا الدين مش هو الدين السوي اللي انت ممكن تقتنعي بيه، ففي الوقت ده بقى عملتي ايه؟ في الوقت ده ابتديت طبعا اول حاجه النت، اتجهت للنت بقى، قعدت احضر مناظرات لاحمد ديدات ويوسف أستس. يعني يوسف أستس بصفته كان قسيس واسلم، فانا عايزه اشوف الرؤيه بتاعته، لان يعني خلاص كده اعتبرت المسيحيه زيرو، فانا عايزه اشوف الناس اللي اسلموا دول يعني اسلموا ليه، الناس اللي كانوا على من على عقيدتك وبعد ايوه اسلموا، فانت عايزه تشوف العجله جت منين يعني دول بالظبط. دول اقرب الناس ليا، دول ان انا ممكن اصدقهم، ممكن ما اصدقش شيخ ودقنه قد كده وطالع يعلي صوته ويتكلم، انا ما اصدقهوش، انا اخاف منه، انا ممكن اقول لا دي معلوماته مغلوطه او هيستري في الكلام، انما واحد كان قسيس واسلم ده كلامه ذات مصداقيه عندي بالظبط زي ما انا بتكلم، واكتر انه بره مصر يعني يعني العالم بيتصدق اكتر يعني مش متعرض لضغوط ولا عنده دوافع زي ما هم بيقولوا ولا الكلام ده كله، يعني يعني رأيه حر مش مضغوط عليه. والكلام يعني مثلا انا بصفتي كنت مسيحية واسلمت، انا اسمع كلام اللي كان مسيحي واسلم اكتر من الشيخ اللي هو المسلم ابا عن جد، يعني زي ما انا بتكلم دلوقتي المفروض كلامي يبقى فعال لاي حد هو حاسس بيكي وانت حاسه بيه يعني بالظبط نفس يعني الكيس ايوه بالظبط كده نفس الحاله بتاعتي. يعني انا دلوقتي مثلا كلامي المفروض اي حد مسيحي بيسمعه ياخده بعين الاعتبار، لان انا بتكلم بطريقه حياديه، بتكلم عن تجربتي الخاصه اللي انا مريت بيها بس. فقعدت طبعا احضر اول مناظره حضرتها كانت لأحمد ديدات، كان بيناظر ما شاء الله، يعني هو ليه تاريخ كبير في المناظرات مع القساوسة، كان بيناظر واحد قسيس عن موضوع الصلب، وتقريبا أثبت له أن الصلب يعني أن الصلب ده ما حصلش أو يعني المسيح ما اتصلبش وكلام ده. أنا اقتنعت جدا 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 ساعتها بالمناظرة والكلام جدا، اقتنعت جدا، عرفت قد ايه انا مخدوعه. لا وايه على النقيض انا مستنيها بقى ايه القسيس يرد علشان ايه خلاص ربما يكون جوايا شيطان هو اللي معلي الفهم عندي ومخليني افهم غلط. طب رد انت بقى يا قسيس. مفيش يقول لك لا يوجد رد. انا اول مره اشوف اتنين متناظرين رد المناظر التاني يقول لا يوجد تعليق، لا يوجد تعليق، خلاص فشل ذريع، فشل ذريع، يبقى كده خلاص ادي نقطه لصالح الاسلام. انا بجمع بقى نقاط بقى علشان اشوف انا صح ولا غلط، بس دي حياتي هتتغير، مش لعبه ولا دريس هشتريه من السوق. بس وبعد كده برضو حضرت مناظرات كتير قوي، ويوسف أسس برضو كان عنده مناظرات مترجمه، وفي مناظره حضرتها لديدات وقسيس اسمه سواجارت، هل الانجيل كلمه الله؟ طبعا كالعاده الدكتور المناظرة كانت لصالح أحمد ديدات. طبعا كده خلاص يعني أنا اتأكدت 100% خلاص الإسلام هو صح والمسيحية هي غلط. طب أنا بقى المفروض أتصرف إزاي بقى في الحالة دي؟ أنا كده أنا عقدت النية، أنا كده عايزة أسلم خلاص بقى، ما المسيحية ده غلط وأنا هكمل حياتي، لو أنا هكمل حياتي بالمسيحية أنا هكمل حياتي مش مقتنعة. طب أنا كده مش بجازف بدنيتي بس وأنا قاعدة قرفانة من عقيدة كلها غلط في غلط، ده أنا كمان بجازف بآخرتي. يعني شوفي أنا كده لا دنيا ولا آخرة، لا أنا لازم بقى أعمل انتفاضة بقى ولازم أبتدي نهاية الصح في الكام سنة اللي قاعدين في عمري خلاص بقى. يا جنة يا نار يعني. ما فيش وقت خلاص، احنا مش هنوزر، انا مش عايش 40 تاني قد اللي عشتهم. بس فقعدت طبعا شفت يعني واحده صاحبتي كانت مقربه ليا وقالت لي، انا حكيت لها الموضوع يعني، فهي استقبلت الموضوع بصدر رحب. الاول خافت لكن يعني بعمل فيها كمين ولا حاجه، بعد كده لا يعني اثبت حسن نيتي وكده، وتوعدت على يوم معين اتقابلنا في الازهر، وهي كانت مجهزه 2 شهود يعني تبعها وكده، وبالفعل اشهرت اسلامي ورحت قعدت عندها يعني اسبوع وتتولى الاحداث بقى.
مشيت الدنيا الحمد لله. طب اللي في البيت عندك الزوج يعني والأولاد ما حسوش بيكي وانت في مرحلة التغير دي مثلا، ولا انت قدرت تكتمي إيمانك في وسطهم؟ لا هو بصي، هو يعني انا في صداقة بيني وبين بناتي. هو انا لما كنت بتريق على حاجة بناتي كانوا بيتريقوا معايا برضو. يعني سبحان الله، يعني مثلا يعني انا كنت معلقة مثلا صورة المسيح وهو معلق على الصليب في الأوضة عندي، فبقول لبنتي يعني معقولة معقول ده الله؟ بتقول لي بصي يا ماما مطلع لسانه ازاي. مش عارف يدافع عن نفسه، هيدافع عننا يعني؟ هي في حته في موضوع الصليب دي كنت عايزه اسالك فيها، يعني المفترض ان هم بيقولوا ان ده المسيح اتصلب. انت لو دخل عليك في بيتك واحد ماسك سكينه ولا قدر الله قتل كل اللي في البيت، يعني مش عايزه افول، فانت الشيء الطبيعي نفسيا لما تشوفي سكينه هيحصل لك ايه؟ ده هخاف طبعا، هيحصل لي ذعر، هتحصل لك فوبيا بسبب الموضوع ده. انا بستغرب على الجماعه دول، المسيح اتصلب على ام الصليب. يعني المفترض ان كل مسيح يشوف صليب يكسره، لانه أيوه. بيفكروا بالماساه، لا بيلبسوه على صدرهم. بالظبط. يعني هم مسمين الصلب ده حاجه كويسه، ربنا فدانا بيها. ايوه ربنا فدانا بيها. بتذكرنا بقد ايه ربنا بيحبنا، هي دي المفكره. طيب هو هيكفر بقى برضه سؤال بالمناسبه، يعني هو لما صلب على الصليب سيدنا عيسى يعني هيكفر للي من ساعه ما نزل فيهم واللي قبل كده، ايه هيحصل لهم ايه؟ يعني لا، السؤال اللي ممكن يكون اعمق من كده، لو هو السيد المسيح هو الصلب، هل السيد المسيح بجسمه بجسده المحدود ده ممكن يغفر خطيه لا محدوده؟ اكيد لا. لا طبعا، لان اللا محدود ما يكفروش غير اللا محدود زيه، انما انت يا يسوع يا انسان يا محدود بزمان ومكان، ازاي عايز تكفر خطيه موجهه للذات الالهيه على حد زعمهم؟ طبعا على حد زعمهم، فما ينفعش اصلا قضيه التير دي قضيه فيك، لان اللا محدود يغفره لا محدود، انما محدود يغفر لا محدود، طبعا ده حاجة مستحيلة. وعلى رأي حضرتك هو هيغفر للي جاي ولا اللي جاي واللي كان، ولا هيغفر لمين بالظبط؟ ولما هو غفر ليه لغاية دلوقتي بيقولوا احنا نصوم ونصلي عشان ندخل الملكوت؟ ما انت اوريدي يا بابا مفدي، مش ام اللي مات على الصليب ده مات ليه؟ برافو. يعني ده ممكن بقى تشال فحشاء فيهم وغفر ذنبه خلاص. ما انت مدفوع، ما تقدم وما تاخر. ما انت مدفوع دم، ما انت مدفوع عشان يعني الدم. الفيزيتا شغاله خلاص. فيعني برضو ده شيء مش منطقي بالمره يعني. طب هل بالزبط. طبعا هي المسيحيه فيها ارتقاط كتير بصراحه، ارتقاط في كل حاجه. طيب هل المسيحيين بوجه عام دارسين الانجيل ولا مش واخدين باله منهم وعايشين والسلام ويصلبوا ويروحوا الكنيسه يهزروا او كذا او لا كذا؟ لا مفيش الكلام ده، ما حدش دارس الانجيل ولا اي حاجه. يعني بصي، بيبقى اللي هم فئه قليله قوي بتبقى مش دراسه كمان، بيبقوا قاريين. عارفه حضرتك اللي بيدرس الانجيل بيخرج من المسيحيه. يعني اللي بيدرس الانجيل بحق، يعني الكلام اللي موجود في الانجيل يخلي متابعينه يأسلم، يوحد ربنا. لان اصلا المسيح كلامه في الانجيل، بعض كلماته اللي ما طلهاش التحريف في الانجيل بتقول ان انا انسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. بيقولوا له مثلا يا معلم يا صالح، قال لهم لماذا تدعوني صالحا؟ ليس احد صالحا الا الله وحده. الله، ده الراجل هو بيقول انا مش الله، يعني هو بنفسه في قلب الانجيل بيقول انا مش الله. فحضرتك اللي بيدرس الانجيل بيقوده للاسلام. عارفه مين اللي بيعمل المناوشات دي ويقعد يشتم ويتكلم والكلام ده كله؟ اللي مش دارسين، الناس اللي هم اللي على الله حكايتهم،
واخدينها عصبيه بس يعني. عصبيه عصبيه الجاهليه، هم مش فاهمين حاجه يا ابني. ما دام انت طب خلاص انا وحشه، انا اللي بقوله وحش، ركز كده في كتابك. هتقول ان المسيح، انا مش عارفه الحلقه اللي انا عملتها اللي قبل منها بقى، بقول ان الكلام اللي في الانجيل يسوع نفسه بيقول ان هو انسان ومش اله، وعمره ما قال ان هو اله. فهم يعني معظم الشعب المسيحي الانجيل عندهم بيتلمع ويتحط على الترابيزه بتاعه الانتريه كده تحصيل حواصل، محدش بيقرا انجيل ولا بيعملوا اي حاجه. بالنسبه اللي بيروحوا كنايس، بيروحوا كنايس وكلنا عارفين بيروحوا كده كانها مثلا بارتي، كانها مثلا علاقات اجتماعيه، هقابل صاحبتي هناك، واحده تقابل خطيبها هناك. بصراحه انا بتكلم بصراحه بناء على تجربتي، انا كنت مسيحيه وفاهمه ايه اللي بيحصل، انما حكايه التدين والكلام ده ما فيش، لا في اوروبا في تدين ولا في مصر في تدين. يعني انا عايشه هنا وعايشه مفيش. بمناسبه كلامك ده، الشيء بالشيء يذكر، احنا عندنا في التراويح بنروح الجامع نصلي العشاء والتراويح، وبعدين بنمشي في العشر الاواخر بنيجي للقيام. ففي بعض النساء بتروح جايبه اولادها للازعاج يعني، فانا بمنع يعني، انا المسؤولة عن الجامع وبمنع وجود الاطفال. احنا بنيجي نستمتع بالقران، فما ينفعش الولاد يجوا. فتبص تلاقي تقول لك ايه، اشمعنى في الكنيسه بيسمح؟ قلت لها لان الكنيسه بتعتبر ده كلاب، احنا هنا بنيجي نتمتع بالقران، فمش عايزين شوشره. احنا هنا مش في نادي ولا في بتاع. روحي العيل اللي هتدخليه الجامع دخليه يحترم الجامع، هنشيله فوق راسنا. او انك انت تبقي فاهمة. اسألها انا بقى، يعني انت حضرتك طول السنة بتجيبيه؟ الاجابة لا. طب انت بتجيبيه في الفروض؟ الاجابة برضو لا. طب انت توجع دماغنا ليه؟ احنا عايزين نستمتع بالقرآن. انت بتقفي ساعة ونص ساعتين تسمعي قرآن، بقى العيل اللي بيشيل كرسي واحدة تقع ومشاكل يعني. فهنا مقارنة الجامع عندنا له احترامه، والكنيسة حاجة تانية. فيناسب الكلام يعني، الشيء بالشيء يذكر. بس تفضل. بالظبط يعني، هو المفروض هم لو هيعتبروا الكنيسة دي محراب أو مكان موجود فيه ربنا زي ما هم بيقولوا، يبقى من المفترض أنهم يحترموا المكان ده. بمعنى إيه الاحترام؟ بمعنى أنهم أقل حاجة وأضعف الإيمان الملابس مثلا اللي هم بيرتدوها تكون محتشمة، تكون يعني تكون تتناسب مع المكان اللي هم داخلين. لكن مش بتلاقي الكلام ده يعني، للأسف هم مغيبين، ويعني الشيطان مسيطر على عقولهم، مش بخليهم يفكروا صح يعني. طب فكروا، طب اقرأوا الكتاب. طيب على فكرة في فرق بين القساوسة ورجال الدين عندهم في المسيحية والكتاب المقدس، دول في وادي ودول في وادي تاني. هم اصلا كل وصايا القساوسة متنافية مع الكتاب المقدس، يعني كل الطقوس اللي هي التناول والاعتراف والمش عارف ايه، كله ده اختراع بشري، هم اللي مخترعينه، مش موجود. تخيل مش موجود الكلام ده، مش موجود في الكتاب بتاعهم اللي هو النبراس بتاعهم، الركيزة الأساسية بتاعتهم مش موجودة. فهم يعني في تعارض ما بين تعليمات رجال الدين المسيحي والكتاب نفسه اللي هم المفروض بيقرؤوه. وأنا مع إنهم يقرأوا الكتاب، لو قرأوا الكتاب بتاعهم وركزوا في معانيه وبعدوا عن تفسيرات الآباء الكنيسة اللي هم بقى بيفسروا بقى بمزاجهم، بقى بيفسروا بمزاجهم. عارفة لو رجعوا لتفسيرات الآباء الأوائل بتاع الكنيسة هيلاقوها تفسيرات أفضل من اللي هي موجودة دلوقتي اللي بتتقال من القساوسة. يعني متى المسكين مفسر تفسيرته، يعني بيفسر بيقول سفر حزقيال، سفر كانوا بيقروه زمان في الخمارات، وبيقول على نشيد الأنشاد أنه هو لا يصح ذكره في كتاب مقدس. يعني بيقول الصح، إنما الناس بتوع الأيام دي بيضحكوا على عقل الشعب لمصالح بقى هم أدرى بيها. هم مش عايزين ان هم يدخلوا الى الاسلام، فبيضطروا بقى يغطوا بقى ويعملوا اللي هم عايزينه عشان الناس ما تلجأش الى الاسلام. طب انت شايفه ان في قبول من المسيحيات للاسلام؟ بشكل عام لا،
يعني المسيحيات المتمسكين بالمسيحية لأن في أسباب عندهم. أولها أن ما فيش التزام أو فرائض بتفرض عليهم، يعني مثلا ما فيش صلاة 5 مرات، ما فيش التزام بالقول، التزام بالملابس، المظهر ما يليق وما لا يليق، لا ما فيش الالتزام. فأنا أوجع دماغي ليه؟ أنا دينه هو حلو كده زي الفل وكل الأشياء تحل ليه؟ بس فهو ده تفكيرهم. إنما اللي بيشتري آخرته بقى اللي عايز يمشي صح، هو اللي ربنا بيهديه، هو اللي بيبدأ يدور إيه الصح وإيه الغلط ويضحي بقى بالحاجات الدنيا. ما هو أنا عشان أعتنق دين صح والدين بيقول لي 1 2 3 هضحي بكل حاجة عشان أنفذ 1 و2 و3 دول. أصل أنا ليا غاية، الغاية هي إيه؟ هي إن أنا أشتري آخرتي. إنما الدنيا أديك هو مدعوك في الدنيا، حلوة الدنيا جميلة، بعد الموت بقى فين؟ فين بعد الموت حياتك؟ لازم يا سيما عدلة صعبة، تمسك الدنيا وتمسك الآخرة مش هتقدر، هو لا تشتري الدنيا لا تشتري الآخرة. فعلشان كده المسيحيات اللي بيفكروا صح وبيسمعوا يعني بيسمعوا وبيقارنوا هم دول بيوصلوا الحقيقة، لكن المغيبين دول الله يعينهم الله يعينهم. احنا عندنا في الإسلام لما بتشتري الدنيا لأجل الآخرة، فهمها المعادلة دي؟ بتشتري الدنيا لأجل الآخرة، يعني أنا ببقى عارفة إن أنا عايزة الدنيا بس عشان توصلني للآخرة. فدي إن كل ما أنا عايشة في الدنيا إيه اللي يوصلني لرضا الله، فده هو اللي أنت أصل الدنيا دي عبارة عن محطة، هتسيبيها هتسيبيها، بس ما بعد المحطة يا جنة يا نار، ده اختيارك بقى. بالظبط بالظبط، علشان كده انا طب ايه اكتر حاجه لما انت قررتي خلاص انك تدخلي الاسلام، انت دخلتيه عن طريق العقل دلوقتي خلاص، ولكن لما جيتي بقى درستي القران او اتقربتي منه، ايه اكتر حاجه شدتك؟ وهل لما كنت بتقري القران بتتقربي اكتر وبتقولي ان الدين ده هو الاحق وهو الصح، ولا عملتي ايه ما بعد اشارتك لي؟ ايوه طبعا، لما دخلت الاسلام بقى عن قرب وابتديت اصلي، طبعا اول صلاه ليا في الاسلام انا مش عارفه بكيت ليه، يعني سبحان الله بقيت بعيط كده بطريقه هستيريه مش فاهمه انا بعيط ليه، مع انها كانت يعني تعتبر يعني انا بصلي وصاحبتي بتصلي جنبي، انا ببص لها بطرف عيني وبعمل زيها، يعني هو اداء مش اكتر، انا لسه ما حفظتش التشهد ولسه ما حفظتش قصار الصور اللي المفروض بصلي بيها، يعني هو اداء بس. حسيت باحساس غريب قوي يا ماما، يعني حسيت ان انا بقيت نقيه، حسيت ان انا بكلم ربنا لوحده، يعني بكلمه كده يعني هو سامعني، حسيت ان انا قريبه قوي لربنا، حسيت ان انا فعلا في اللحظات دي بتبقي قريبه جدا جدا سبحان الله، رغم ان انا ساجده وممكن ما كنتش بقول حاجه، يعني انا بس شايفه صاحبتي هي بتصلي بصوت عالي انا سامعاها بس، يعني زي ما تقولي دلوقتي هي بتأمني، بس انا لسه ما حفظتش اي صور، بس حسيت فعلا بشعور غريب مش عارفه اوصفه لك، يعني هو شعور نقاء، شعور ان ربنا معايا، شعور ان انا نضفت، شعور ان في حاجه على ظهري نزلت جبل، يعني سبحان الله، يعني شعور يعني جميل جدا جدا جدا، مش هقدر يعني اوصل لحضرتك، شعور جميل. او طبعا فيما بعد بقى تتولى الاحداث وتعرف على الاسلام اكتر واكتر، وفعلا ادركت كل يوم احساسي بيزيد ويقيني بيزيد ان الاسلام هو اختيار صواب، يعني انا اخترت الصح، كل يوم ايقن تمام ان انا اخترت الصح، يكفي ان انا بعبد ربنا وبس، هو بس يعني ما فيش حد غيره، يكفي ان انا لما بعمل حاجه وحشه بلتجئ ليه هو، يعني مش بعوز مثلا حد وسيط اقول له انا عملت كذا اشفع لي ولا صلي لي ولا اغفر لي ولا لا 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 لا، ما فيش الكلام ده، هو ربنا بس، ما افضحش نفسي لو عملت حاجه غلط بيني وبين ربنا، استغفر ربنا وما ارجعش اعمل حاجه تانيه. هو ستار اصلا، هو ستير سبحان الله. بالظبط ايوه بالظبط، انا ليه افضح نفسي ولا، فخلاص كده يعني كل يوم يقيني بيزيد ان الاسلام هو الدين الصح، هو دين التوحيد، هو الدين اللي هقابل بربنا وانا فعلا لا اله الا الله، لا اله الا الله مفيش غيره سبحان الله. طب المرحله دي انت خلاص خدتي طريقك للاسلام، ايه المشاكل بقى اللي قابلتك
وهل زعزعتك ولا زودتك؟ عايزين نعرف المرحلة دي بالضبط إيه اللي حصل فيها. طبعا كان في مشاكل كتير جدا، أولها العاطفة. يعني أنا كست وكطبعا عندي أولاد، العاطفة كانت هتجنني. ولادي وحشوني جدا، والشيطان كان بيحاربني طبعا إن أنا أرجع كتير جدا، وإن أنا يعني أنا إيه ده اللي أنا عملته؟ يعني أنا تسرعت، أنا إزاي أسيب ولادي؟ مش تسرعت لأني أسلمت، تسرعت لأني ما خدتش ولادي معايا. يعني أنا كان المفروض على الأقل أخد الاتنين الصغيرين مثلا، ابني كان عنده 3 سنين الصغير. فسبحان الله قعدت ابكي بحرقه، وكنت متضايقه قوي على فراق ولادي. لكن لما 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 ابتديت ان انا ازعل قوي، فجات لي زي طبعا انا لسه ما قراتش قران وما حفظتش الكلام ده، بعد ايام من اسلامي ما حفظتش، فجات لي يعني ايه سوره التوبه، حاجه كده زي ما تقول سوره التوبه ايه 23. انا مش عارفة ايه مكتوب في سورة التوبة. فاتصلت طبعا على واحدة صاحبتي، قلت لها ايه سورة التوبة اية 23 دي، انا مش عارفاها. فقالت لي انت عندك قرآن هنا؟ قلت لها لا. فرحت فتحت القرآن وقرأت لي سورة التوبة اية 23. سبحان الله، هي كانت تعزية من عند ربنا وتثبيت ليا، لان انا ضعفت وكنت خلاص يعني ولادي كانوا عاصرة بالنسبة لي. طبعا سورة التوبة آية 23 كانت يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. طبعا طبعا دي طبعا تثبيت من عند ربنا، أنا ولا عندي قرآن ولا أعرف يعني إيه سورة التوبة ولا أي 23 ولا أي حاجة. قالت لي يا نواد ربنا بيثبتك وبيقول لك اصبري وإن شاء الله هتشوف الخير كله. طبعا خلاص يعني أنا كده عرفت إن أنا ماشية تمام وربنا بيحبني، ومعلش فراق ولادي صعب بس ربنا إن شاء الله هيثبتني وهيصلج على قلبي. وبعد كده شوية كده ولقيت رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحاجات دي كانت بتقويني، يعني بتقويني حتى لو ضعفت بلاقي الحاجات دي بتقويني. ربنا بيثبتك، ماذا ثبتني جدا جدا يا ماما جدا. يعني الحاجات دي انا كنت بتبسط بيها قوي. لا انا اول رؤيه شفتها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم انا ما كنتش اعرف مين هو ده ولا ايه المكان اللي انا فيه ده. طبعا الصفات دي انا ما اعرفهاش، انا شايفه انسان طويل ووشه كده مدور وفي حمرة وحواجبه كده قافلين كده في بعض شوية ولابس عمامة كده. فأنا مش عارفة، فأنا مين أقرب لي بقى؟ الشيخ محمد اللي هو اللي أشار لي إسلامي في الأزهر. فاتصلت بيه، هو كان قايل لي لما تعوز أي حاجة رن عليا، يعني أي مشورة أو أي حاجة رن عليا. فقلت له يا أبي أنا شفت الأمر 1 2 3. قال لي إيه المواصفات اللي أنت شفتيها؟ فقلت له المواصفات بالضبط اللي أنا شفتها. قال لي مبارك، يعني ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا يعني بقيت متلخبطة، يعني أنا دلوقتي إيه، أفرح ولا أعمل إيه؟ بس قال لي لا ده أنت تفرحي قوي، ده في ناس كتير نفسهم يشوفوا النبي محمد وأنت ربنا من عليكي بالنعمة دي. فقلت الحمد لله، يعني عرفت إن ربنا بيحبني ويعني بيسندني، يعني الحمد لله رب العالمين، والثبات من عند الله يعني الحمد لله. ربنا بيختار من عباده، ربنا بيختار من عباده من يشاء يعني، وهو مختار عباده الصالحين. فربنا ان شاء الله يجعلك منهم باذن الله. وانت اكيد مريت بمرحله ما هي سهله، وانت مش زي المسلمين اللي اتولدوا كلنا على فطره. على فكره الاسلام كلنا مولودين به، بس طبعا في اللي اهله يهودانه، لكن حقيقي جوانا من جوانا الفطره الطبيعيه لوجود الله في قلوبنا يعني. أكيد. فأنت ربنا كان بيقوى عزيمتك، ده معنى كده. أيوة. ان هو بيقول باتي انا عايزك. الحمد لله ربنا يثبتنا واياكم يا رب. طيب انت شايفه انك انت لكي مهام، وايه المهام اللي انت هتقدميها للاسلام؟ هو انا ضعيفه، لكن ربنا بيقويني، وان شاء الله انا بحمل على عاتقي توصيل الفكره الصح للنصارى او للمسيحيين اللي هم الفكره واصله عندهم مشوشه.
يعني أنا شفت المسيحية وسمعت كل ما يقال عن الإسلام، وبعد كده رغم كل التحديات دي وكل الملفات اللي أنا كنت خايفة منها، وفتحت الملفات دي ولقيتها كلها فيك ومفيش الكلام دوه، أنا مهمتي إن أنا أزيل اللغط اللي معمول من قبل رجال الكنيسة على الإسلام. كل الكلام اللي بيتقال على الإسلام ده كلام غلط. أنا مهمتي اللي ربنا أوكلني بيها إن هي أكشف للمسيحيين الحقيقة، مش حقيقة الإسلام، لا، حقيقة دينك اللي انت فيه يا مسيحية، دينك اللي انت فيه. أنا بقدم لك المعلومة جاهزة، بقول لك عندك تناقضات، بقول لك عندك أغلاط علمية ومنطقية، بقول لك كتابك مش مظبوط، يعني انت بتوري لها. انا بنوه، وبعد كده القرار ليكي. انا مش بخصيبك على حاجه، انا بس بنوه عن اللي انا مريت بيه، وليكي الاختيار. عندك اغلاط وعندك تناقضات وعندك رجال الكنيسه هم المتحكمين. دينك ده اصلا من صناعه بولس، وبولس ده شيطان، بولس ده كذاب، وبولس من اعداء المسيحيين، وهو عمل كل ده علشان يشوش على الرساله، وفعلا شوشها، وبقيتوا بوليسيين ما بقيتوش مسيحيين. انتوا لو مسيحيين هتتبعوا تعليم المسيح اللي هو جاي علشان يقول الله واحد وانا رسول من عند الله، انا انسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله، هو بيقول كده. انت بقى سبت المسيح وسبت كلامه وماشي وراء بولس وتعليماته وهو كذاب بس. فانا رسالتي ان انا بوجه الحقيقة دي للناس وهم عليهم الاختيار. طيب ليه اللفظة اللي أنا ما بحبهاش اللي هي المسيحيين الجدد؟ يعني لأن مش هيفضل طول عمره، قصدي سوري، المسلمين الجدد، يعني كويس إنك فوقتين. المسلمين الجدد هم هيفضلوا لغاية إمتى جدد؟ أنا عارفة أنت ما بتحبهاش. أنا أفضل مسيحية صدق أحسن من المسلمين الجدد. أنا يعني شايفة إن هم يعني ان كان المفروض كلكم تلتموا حوالين بعضيكم وتشوفوا حاجات، يعني تحسنوا السلوكيات. طبعا هو جاي من كنيسة جاي، فالإسلام بيحدد سلوكه كمان، يعني مع ان اللي انا اعرفه ان في حاجات في المسيحية كويسة مش وحشة، يعني قول الصدق وبرضه عندهم تعاطف والكلام ده. ليه هم بييجوا من هناك مش قادرين يفهموا الحتة النفسية دي؟ ليه بالذات في الرجالة مش في الستات؟ صراحة انتوا والأخت مريم قايمين بجهد حلو قوي، بتخدموا الإسلام كويس قوي. ما عندكوش بصراحة، حتى لو افترضت ان في، انت طبعا اكيد مرتي بظروف واكيد كان عندك احتياجات، فكان لازم على اي مسلم يلبي احتياجاتك، لانك انت واحدة ست في المقام الاول. في المقام الثاني سبت دينك، فأكيد هتبقى عندك احتياجات. لكن أنا بشوف الأفوارة دي في الرجالة أكتر، وبيروحوا يرتموا، المفترض يرتموا في أحضان شيخ يعلمهم الإسلام بجد، يعلمهم إن الدين هو العزة، لكن للأسف بيروح الشيخ ضلالي، فبيبدأ إيه يعني يشوه المسألة شويتين. ليه ما بيبقاش في نصح في الحتة دي وإرشاد؟ أنتوا كده لو كنتوا داخلين الإسلام عزة، فأنتوا كده أنتوا بتشوهوا الصورة أكتر، وبتخلوا الجماعة بتوع القنوات المغرضة من الناحية التانية المخالفين يعني تبص علينا وتشاور. فأنتوا مش بتضيفوا للإسلام شيء، أنتوا بتسيئوا له بالطريقة دي. فهل يا ترى ده مطروح عندك مثلا بتوجهيه؟ وياريتك توجهيه. شوف يا ماما، اللي يجي الإسلام والإسلام ما هذبش طباعه وأخلاقياته يبقى لسه ما جاش، يبقى لسه ما جاش حرفيا. إيه بقى؟ أدم لسه ما جاش لازم تنصحيه. أنصحه إنه يجي إما يرجع، إنه يجي ويسلك مسلك الإسلام ومش المسلمين، إما يرجع. في فرق بين الإسلام والمسلمين على فكرة، أنا اعتنقت الإسلام ما اعتنقتش المسلمين. فالمفروض إن اللي دخل الإسلام يتحلى بأخلاق الإسلام، لكن طالما هو مش قادر يبقى مازال عبد، مازال عبد للشيطان. طالما هو مازال عبد يبقى هو للأسف ما اعتنقش الإسلام. أنا طيب إيه رأيك
ايه رأيك في الحتة التانية دي كمان، ان ليه كل واحد بيدخل الاسلام يروح فتح قناة يوتيوب؟ انا افتح يوتيوب واخدم الاسلام وبيني للمسيحيين كتابهم الضلال، لكن ليه يجيبوا حتة بس يقولك فلانة ويجيبوا صورتها اسلمت؟ طب هو مش عارف ان هو بيضر الست اللي دي، ولا انت اللي فارق مع ده؟ سلوك سيء جدا جدا طبعا. الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في المدينة وكانوا هيروحوا يفتحوا مكة، فأمروا ان هم ما يحاربوش. ليه؟ لان في مسلمين مستخبين جوه كاتمين ايمانهم. فده كان سبب ان الرسول كان حذر جدا، عشان ممكن قوي بقية المسلمين يقتلوا واحد مسلم، فاهماني ازاي؟ فدول بقى بجلالة قدرهم يطلعوا يقولوا لك ايه، لقد اسلمت الاخت حنة. طب حنة دي مش لها اهلها؟ وهيمسكوها يقطعوها وهيعملوا فتنة طائفية. ليه هم مش قادرين دي تجارة، اسمها تجارة. انت المفترض بالذات البنات، يعني بالذات البنات، البنت هتسيب بيتها، هتسيب ابوها يقتلها، اخوها يقتلها، جوزها يقتلها. طب ليه انت بتجيدوا مع شيخ المنصر ان انتوا تطلعوا وفلانة اسلامت ومش عارف يلا يا جماعة نلملها ونعمل لها شقة؟ دي بقى حتة مكروهة قوي قوي قوي. إنما لو هو قال أنا يا جماعة بمر بظروف صعبة، نقف جنبه هو نفسه. لكن يستغل ناس ممكن تتقتل أو يجرى لها مصيبة أو بتاع عشان أنت تحط في جيبك، إيه رأيك في الموضوع ده؟ طبعا انا رايي مع حضرتك طبعا، بايدك بشده، ان دي موضوع تجاره، دي لا تموت الاسلام بصله. حكايه ان القنوات المغرضه بتتكلم من حقها طبعا، شايفين ناس تجار بيتاجروا بالدين وبيتاجروا بالارواح، طبعا لازم يكلموا. احنا نبهنا مرارا وتكرارا يا جماعه غلط نشر صور الاشهار بتاعه البنات والكلام ده، بس ما حدش بيسمع، لان خلاص الماده سيطرت عليهم، هم خلاص عرفوا. ده واجب بقى مين؟ واجب المفترض المتابعين، يعني المتابعين لما هم يعملوا كده يعرفوا ان ده مش حلاوه بقى. هي الله اكبر، اسلمت الاخت، مش حلو كده يعني. الاخت إيه؟ هتموت الاخت. على فكره انا بقول لك على حادثه حصلت بالفعل. واحده يهوديه اسلمت، وطلعوا بقى يتخانقوا هتشهر اسلامها فين. وطبعا ساره النعيمي عارفه القصه دي، وكل من كان عند قناه اسمه ايه قلقله عارفين القصه دي. اهلها ضربوها بالنار، لغايه دلوقتي البت مشلوله، لان الرصاصه كانت في العمود الفقري لغايه دلوقتي. هي مشلوله. ذنبها في رقبه مين بقى؟ ذنبها في رقبه مين؟ طبعا فيهم. فليه مصرين رغم ان احنا قلنا ذنبها بسببكم وكده، لغايه وقتنا هذا مصرين على الحركه دي؟ ما حضرتك بتكلمي تجار مش بتكلمي ناس عاديين. يعني لو هم ناس عاديين هيخافوا ربنا وهيعملوا قط وخلاص الكلام ده، لكن سبحان الله هم باصين للموضوع ده كفلوس مش اكتر يعني. فعشان كده طب انا مثلا في ناس كتير يعني بنات وسيدات بيتواصلوا معايا على الخاص بحكم ان انا كنت مسيحيه واسلمت من خلفيه زيهم وعايزين يسلموا. انا بناقش معاهم لي ايه الاسباب اللي دعتكم للاسلام، والله اللي بشوف اسبابها منطقيه وعقلانيه خلاص بنصحها ان هي تكتم اسلامها في قلبها، او لو هي تقدر تنطلق وتروح تشقر اسلامها مع نفسها من غير ما تصيد بقى في الميديا والكلام ده، ماشي. اللي ما تقدرش خلاص تكتم اسلامها في قلبها، اصل الاسلام ده ما هوش ورقة. انا لا صح عشان. ايمان بالقلب. لا خلاص انت ايقنتي ان الله واحد، خلاص انتهى كده، ربنا قبل منك. اكتبي لا اله الا الله محمد رسول الله على ورقة كده، وبينك وبين نفسك انت كده بقيتي مسلمة. مسلمة يعني ايه؟ مسلمة يعني مستسلمة لربنا خلاص. هو مش الاسلام هو هيصة ولا فرح. لما دي تأسلم وانا انشر الاشهار بتاعها انا هستفيد ايه؟ مش هستفيد حاجة، هي اللي هتستفيد، هي اللي هتتأذي.
هي هتتأذي وهي يعني لا هي هتستفيد الإسلام، يعني أنا أقصد الاستفادة بترجع لما الإسلام جاي لها من غير، بصي الإسلام جاي لها من غير، بصي هي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنا بالظبط بس مش كده. محتاجة ورقة إشهار، أنا مش محتاجة. زمان ما كانش فيه ورق إشهار للكفار لما كانوا، ده البيزنس بقى، البيزنس بقى الجديد، ده البيزنس اللي بقى. خلاص احنا نوهنا اكتر من مرة، والناس ما الغلط مش عليهم هم، الغلط على المتابعين اللي هم بيشجعوهم، يعني أيوة هم بيشجعوهم بس عن ايه؟ مش عن عمد، هم بيشجعوهم عن فرحة، عن سذاجة، عن ما بقول لك الله اكبر اسلمت روح، ما هي الروح دي ممكن تموت مش هتسلم. الله اكبر ماذا تروح، الله اكبر سلمت روح، نفرح بقى، نفرح بالظبط ثلاث ايام وتروح من الباب الخلفي، تدخل من الباب الكبير ونفرح ونقيم الافراح وليالي الملح، وبعد كده من الباب الخلفي في السكرت كده ترجع. ففي ايادي خفية بتشتغل، فلازم الناس يعني تحكم عقلها، ربنا يهدي الجميع فعلا. يعني لما اي حد عايز يشهر اسلامه ما بلاش تجار الدين، يعني مع نفسكم، الازهر باين اهو معروف فين، والشهود اي حد هتلاقي اتنين هيشهدوا لك، يتمنوا يعني، ما فيش اي مشكله. والله انا اعرف قساوس، يعني اسمع كتير عن قساوس كانت بتبقى مسلمه ويدخلوا عليهم الدير يلاقيهم مثلا راقع ساجد بيصلوا صلاه المسلمين، واتقالت قبل كده وتسربت المعلومات دي، فما كانش محتاج، هو عارف انه لو راح هيجروا وراه يقتلوه. طب وليه؟ الاسلام في قلبي ورب موت على الاسلام، ايه المشكله يعني؟ هما هو ربنا هيقول لهم فين ورقه الاشهار؟ لا طب ما في ناس ياما اسلمت ومعاها ورقه اشهار قد كده وملونه، وفينهم من الاسلام؟ فينهم؟ فينهم؟ بعيد، لسه ما دخلوش. جابوا ورقه ماشي، حلوه قوي الورقه، فين انت كمسلم؟ فين سلوكياتك؟ فين لسانك العفيف اللي ما بيطلعش الغلطه؟ فالاسلام اعمق من كده يا جماعه، الاسلام مش مجرد ورقه، مش مجرد هيصه بتتعمل، الاسلام يعني تسلم قلبك لربنا، انتهى الكلام خلاص، بس فربنا يهديهم ويصلح حالهم، ربنا يهدي الجميع. طيب ايه السؤال اللي كنت منتظراه مني وفاكراني هساله لك او لقيتيني ما سالتوش او كان نفسك انا اساله؟ كان نفسي حضرتك تسأليني ايه الأسباب العقلية اللي دفعتني لاعتناق الإسلام، ترك المسيحية الأول وبعدين اعتناق الإسلام. ترك المسيحية. جاوب. أوكي. طيب أنا مجهزة شوية تناقضات، يعني شوية على سبيل المثال مش الحصر، يعني مليان كتير، يعني أنا مجهزة 10 تناقضات هقولهم في السريع برضو. طبعا مبدئيا كده اي شخص في العالم لما بيعتنق اي دين بيكون كتابه هو الركيزه الاساسيه اللي بيستمد منها ايمانه ومعتقده، يعني بالنسبه للنصارى او المسيحيين الكتاب والنبراس بتاعهم هو الانجيل او الكتاب المقدس، الكتاب ده بالنسبه لهم هم اللي بيؤمنوا بيه، بيؤمنوا بيه وبيعتبروه كلام ربنا، الكلام بتاع ربنا اللي بيوجهوه، اللي ربنا بيوجههم بيه. طبعا من المنطق ان الكتاب بتاع ربنا ده هو المعيار اللي بيمشي بيه باقي حياته، اهو من خلال الكتاب ده انا استندت على عدم صحه هذا الدين، من خلال الكتاب نفسه. مش هقول لك ان انا قلت الاسلام هو الصح في الاول، انا الاول حكمت على عدم صحه الانجيل من خلال اللي انا طلعته ده. طبعا من واحنا صغيرين نشأنا في المسيحيه ان العقائد والمفاهيم الاساسيه دي حياتنا، يعني التناول الصوم الصلاة الكلام ده كله، كبرنا واحنا مؤمنين ان الكتاب المقدس ده كلام ربنا وخالي من العيوب، ما فيهوش عيوب. لكن فترة بدأت كده ألاحظ وجود تناقضات في الكتاب المقدس بعد ما ابتديت أسمع المناظرات على النت، التناقضات اللي أنا بسمعها يعني، ولما بسأل عنها يعني أسأل قسيس أو حد من الزميلات اللي يكون متعمق في الدين تفسيراتهم ما هياش مقنعة. دخل عندي طبعا نوع من انواع الفضول ان اعرف اكتر ايه التناقضات دي، ومن هنا بقى بدات نقطه تحول بالنسبه لي ان انا ابحث عن الحقيقه. طبعا انا هقول 10 تناقضات انا لقيتها في الانجيل، ومش بس دول، ده في مئات يتعمل كتب عليها الحاجات دي. اول حاجه مثلا رؤيه ربنا، هل ممكن رؤيه ربنا عز وجل تكون ممكنه؟ طيب نشوف الإنجيل بيقول إيه في الملف ده.
لو قرينا سفر التكوين إصحاح 32 عدد 30 بيقول إنها ممكنة. طيب، فدعا يعقوب اسم المكان في نائيل قائلا: لأني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي. كمان في شاهد تاني بيقول في سفر الخروج إصحاح 33 عدد 11. على فكرة ممكن لو في حد مسيحي بيتابع معنا يراجع ورايا الآيات دي أو النصوص دي ويتأكد من مدى صحتها. بيقول: ويكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه، وإذا رجع موسى إلى المحلة كان خادمه يشوع بن نون الغلام لا يبرح من داخل الخيمة. وهنلاقي برضو نفس الكلام ان ربنا بيتشاور. وفي سفر الخروج إصحاح 24 عدد 9: ثم صعد موسى وهارون وناداه وأبيه وسبعون من شيوخ إسرائيل، ورأوا إله إسرائيل وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف وكذات السماء في النقاوة، ولكنه لم يمد يده إلى إشراف بني إسرائيل، فرأوا الله وأكلوا وشربوا. شافوا ربنا وأكلوا وشربوا معاه. ماشي، هو بيقول كده في النصوص اللي انا ذكرتها، شافوا ربنا. لكن نلاقي بقى بعض النصوص التانية يناقض الكلام ده. يعني عندنا في سفر الخروج إصحاح 33 عدد 20 يقول: لا تقدر ان ترى وجهي لان الانسان لا يراني ويعيش. وفي نفس السفر 33 عدد 5: وكان الرب قد قال لموسى: قل لبني إسرائيل أنتم شعب صلب الرقبة، إن صعدت لحظة واحدة في وسطكم أفنيتكم، ولكن الآن اخلع زينتك عنك فأعلم ماذا أصنع به. يعني ربنا بيقول محدش يقدر يشوفني، وفي النصوص التانية اللي أنا ذكرتها شافوا ربنا. ده يا أمي يعتبر تناقض ولا مش تناقض؟ أكيد تناقض. ده قمة التناقض. يعني هو بيراه ولا ما بيراهوش؟ ارسلكوا على قارة، يعني ارسلكوا على حل. بالظبط. التناقض الثاني: هل من اللائق في حق الله عز وجل أن يوصف بالتعب؟ هنشوف. يقول التكوين 2 الإصحاح 2 عدد 2: إن الله استراح، وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل. لكن هنلاقي في أشعياء إصحاح 40 عدد 28: إن الله لا يكل ولا يعيأ. أما عرفتم أم لم تسمع؟ إله الدهر الرب خالق أطراف الأرض لا يكل ولا يعيأ، ليس عن فهمه فحص. وهذا التناقض طبعا، هل الله بيتعب ولا مش بيتعب؟ سبحان الله. يعني أنت هل يليق بالله أنه هو يتعب؟ طبعا الذي يتعب هو الذي يستريح. هنا بيقول تعب واستراح، فده أنا برضو شايفة تناقض. ده قمة التناقض. هو بالزبط. بيتعب ولا ما بيتعبش؟ بالظبط. هو بشر ولا إله؟ في تناقض تاني: هل يندم الله؟ الله بيندم؟ في الكتاب المقدس في نصوص بتشير إن الله بيندم، في حين في نصوص تاني بتشير إن الله لا يندم. طبعا الكلام ده بيصير تساؤلات حول طبيعة الله، هل هو بيندم ولا مش بيندم؟ بالنسبة لله يندم في التكوين إصحاح 6 عدد 6: فحزن الرب إنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه. النص ده بيشير إن الله ندم على خلق الإنسان، يعني بعد ما شاف الشر اللي عمله الإنسان ندم على إنه خلقه. طب هنلاقي في صمويل الأول إصحاح 11 عدد 15: ندمت على إني جعلت شاول ملكا. ربنا ندم علشان اختار شاول ملكا. ليه؟ ما كانش عارف ان شاول هيبقى ملك غير صالح، فندم على انه عمله ملك. سبحان الله، كده الرب ندم صح. نيجي بقى الرب لا يندم. الرب لا يندم في العدد 19 صحة 19 عدد 23: ليس الله انسانا فيكذب ولا ابن انسان فيندم. هنا بقى النص بوضوح بيقول ان الله لا يندم مثل البشر. طب ما هو فوق كان بيندم، تحت دلوقتي لا يندم. سبحان الله. هو الله عندهم راكب مراجيح. مش مستقر نفسيا، مريض نفسيا. وفي صمويل الاول الاصحاح 29 عدد 15: وايضا نصيحه اسرائيل لا يكذب ولا يندم. اسرائيل عندهم يعني الله لا يكذب ولا يندم، لان ليس انسانا فيندم. ما فوق كان بيندم. هنا بقى بيأكد مرة أخرى إن الله ليس مثل الإنسان وإنه لا يندم.
يعني فالتناقضات دي تخلي اي حد يشك يعني هو ربنا بيندم ولا مش بيندم. بص يا نوها انا اللي اكتشفته دلوقتي ان الراجل اللي بينتقد يعني انت هما اتنين يعني ولا هو واحد بس اللي بيكتب وبينتقد نفسه؟ لا ده هو حضرتك واحد ملاك واحد ده أس اي حد معدي في الشارع كان بيكتب الانجيل. ما احنا مش عارفين مين اللي كتبه. ما هي مشكلتنا. ما انا هقول لك اهو انا هقول لك المحشش هو اللي بيكتب غلط عن ربهم واللي فايق بيكتب صح عن ربهم. يعني اللي قال لك الله يندم ده تلاقيه محشش بس تحشيشه وحشه يعني. ما هو تعرفي اهو كلهم بيتجمعوا في الكتاب وبقى كتاب مقدس. سبحان الله هو مقدس يعني كمية تناقضات يعني لا يقبلها العقل البشري السوي. يعني مش عارفة منهم دكاترة وناس كبيرة مش صغيرة. أعتقد إن هم مش مدركين برضو ما عندهمش وقت يقروه فهمة يعني بيمر عليه مرور كرام لكن ما عندهمش الوقت اللي يتدبروه. إحنا عندنا ميزة في القرآن التدبر. يعني اللي يقرأ القرآن ده لازم يتدبره. تدبرون. احنا مش مطالبين على فكرة بالقراءة او الحفظ احنا مطالبين بالتدبر والتعقل كمان. يعني احنا كمسلمين مطالبين بتدبر الايات تدبر كتاب ربنا بقدر يعني القراءة بس مش بقدر التدبر والتعقل. دي الميزة اللي بتميز الاسلام عن غيره من الشرائع والديانات. في تناقض عندي تاني تناقض عمر الملك اخزي. ركزي كده يا امي في التناقض ده. عمر الملك أخزية في الكتاب المقدس في تناقض واضح حول عمر الملك أخزية لما تولى الحكم. في الملوك الثاني صحاح 26 عدد 8 بيقول لك كان أخزية ابن 22 سنة حين ملك وملك سنة واحدة في أورشليم. كان عنده كم سنة ماما؟ 22 سنة. هنا النص بيقول 22 سنة لما ملك الحكم. هوبا بقى نروح على اخبار الايام الثانيه الاصحاح الثاني عدد 22 يقول لك ايه كان اخزية ابن 42 سنه حين ملك. مش هو اخزية اهو بقى هنا 42 فوق كان 22. طبعا النص ده بيشير ان عمر الملك اخزية 42 واللي فوق كان 22. طبعا ده تناقض واضح وملهوش اي تفسيرات. يعني ايه هيقولوا ايه هيقولوا خطا من الناسخ خطا انت ده كلام مقدس خطا طالما فيه احتماليات ورود خطا يبقى الكلام ده مش كلام ربنا ما ينفعش يكون كلام ربنا وفي اخطاء. ما هو بيتسمى الدين المسيحي دين الهرطقه. يعني سبحان الله ربنا يهديهم. احنا بنقدم كل الكلام ده على راجع ورانا وتعقلوا وشوفوا. يعني لو احنا غلط خلاص اوكي خليكم في اللي انتوا فيه. لو احنا صح خلاص شغلوا اللمبه اللي جوه دي اللي معطله ولا اتحرقت ولا ايه اللي فيها. سبحان الله. في بقى ايه في اكرم ابويك ولكن اقبضهما. يعني في ايات بتقول لي اكرم ابويك وايات تاني بتقول لي اقرا ابويك واخويك واقرا نفسك في نفس الكتاب نفسه. يعني في عندك تلاقي في متى اصحاح 15 عدد 4 الله بيوصي بالابوين ان اكرمهما فان الله اوصى قائلا اكرم اباك وامك ومن يشتم ابا او اما فليمت موتا. حلو قوي حلو الكلام ده. هنلاقي بقى في لوقا اصحاح 14 عدد 26 المسيح بقى بيؤمر ان احنا نبغض الابوين. اذا كان احد ياتي الي ولا يبغض اباه وام وامراته واولادي واخوتي واخواتي حتى نفسه فلا يقدر ان يكون لي تلميذا. ازاي نجمع بين الامرين دول؟ يعني هنكره ولا هنحب؟ وازاي في اله يؤمر ان احنا نكره ابونا وامنا واخواتنا واخواتنا ونفسنا؟ نكره نفسنا؟ ربنا يفرح لما نكره نفسنا؟ يا الله ما هذا الاله. اكيد في حاجه غلط في الدين ده وفي الكتاب ده. في حاجه بقى تاني في متى الاصحاح 12 عدد 38 في نص بيقول حينئذ اجاب قوم من الكتبه والفريسيين قائلين يا معلم نريد ان نرى منك ايه يعني علامه. فاجاب وقال لهم جيل شرير وفاسق يطلب ايه ولا تعطى له ايه الا ايه يونان النبي. هنا ادالهم ايه طلبوا منه ايه وادالهم ايه يونان النبي. تمام
اما بقى في مرقس الاصحاح الثامن لما طلبوا من المسيح ايه، بصي بقى رد عليهم ازاي، هو نفس المسيح يعني، فوق ادالهم ايه يونان قال لهم ايه بقى، فخرج الفريسيون وابتدوا يحاورون وطالبين منه ايه من السماء اللي كان يجربوه، فتنهد بروحه وقال لماذا يطلب هذا الجيل ايه، الحق اقول لكم لن يعطى هذا الجيل ايه، ما رضيش يديهم. طب ما انت فهم الديهم، ونفس الحدث يعني نفس الاجتماع طلبوا منه آية قال لهم انا هديكم آية يونان، المرة التانية طلب في صحاح تاني نفس الحدث يعني مثلا يعني متى بيقول القصة من وجهة نظره ولوقا بيقول القصة من وجهة نظره مثلا في متى يعني طلعوا بخيل وكريم في نفس الوقت يعني اداهم آية يونان قال لهم انا هديكم آية يونان، المرة التانية قال لهم جيل شرير وفاسق انا مش هديكم آيات، يعني انت اديتهم ولا ما اديتهمش يعني سبحان الله، مره اداهم آية يونان ومره قال لهم ايه هذا الجيل لا يعطى له ايه، نفس الحدث ونفس الاجتماع سبحان الله يعني. ده وده في كمان قصه عن يهوذا لو تسمع عنه، يهوذا هو مات بطريقتين مختلفتين عن بعض تماما، يهوذا مره يقول لك سقط على وجهه فانسكبت احشائه، ده في اعمال الرسل الاصحاح الاول عدد 18، فإن هذا اقتنى حقلا من أجرة الظلم وإذ سقط على وجهه انشق من الوسط فانسكبت أحشاؤه كلها، أدي طريقة موته، وقع على وشه الراجل بعد ما أكل المال الحرام وانشقت أحشاؤه ومات، ماشي مات البقاء لله. في الحدث الثاني بقى يهوذا مات إزاي في متى 27 يقول لك فطرح الفضة في الهيكل وانصرف ثم مضى وخنق نفسه، شفتي بقى مرة وقع على وشه وبطنه اتفتحت ومات، والمرة التانية ندم بقى على الظلم ورمى الفضة في الهيكل وراح شنق نفسه. أنا بقى أصدق إن يهوذا مات إزاي؟ أنا كواحدة مسيحية معلش عايزة أذاكر الكتاب المقدس. أصدق إن موت يهوذا ده مات إزاي؟ وصي بالإجابة إيه؟ لو أنت حابب أكتب إيه الإجابة؟ ما هو مش معقول واحد في نفس الوقت يموت بطنه مفتوحة والتاني يموت هو اللي شنق نفسه، حاجة تجنن حاجة تجنن يعني سبحان الله. مثلا الرد على الجاهل في سفر الأمثال بيقول لك لا تجاوب الجاهل حسب حماقته لألا تعدله أنت، وفي سفر الأمثال عدد 46 عدد 5 جاوب الجاهل حسب حماقته لألا يكون حكيما في عيني النفس، يعني أنا دلوقتي اجاوب الجاهل ولا ما جاوبوش، انت تقولي لا تجاوب الجاهل والنص اللي بعديه يعني بصي سفر الامثال 26 لا تخش المجانين، بصي بعد كده 26 ده ورا بعضه ده ورا بعض يا ماما، بصي سفر الامثال 26 عدد 4 لا تجاوب الجاهل حسب حماقته لألا تعدله انت، سفر الامثال عدد 5 يعني اللي وراه جاوب الجاهل، ما لهم حق يا نهى، ما هم لهم حق المسيحيين ما قروش الكتاب بتاعهم، طب ما ده لو اروح يخش الاسلام على طول او يلحدوا او يكفروا او يعملوا ايه يعني سبحان الله يعني العددين ورا بعض يعني انت يا واد يا بت يعني حاجه ايه في ايه، هنجاوب الجاهل ولا مش هنجاوبه، ما انا عايزه دلوقتي اعمل دستور لحياتي، انا بس قدامي واحد جاهل وعايزه انفذ كلام الانجيل، عايزه انفذ كلام ربنا، الجاهل ده جه يكلمني ارد عليه ولا ما اردش، تعال نرجع للانجيل نص بيقول جاوب نص بيقول ما تجاوبش، اعمل ايه؟ اسيب الانجيل خالص، وده اللي انا عملته يعني مش هي مش نقص اصلي يعني ربكه يعني ده كتاب ما ينفعش ان هو يتاخد دستور او حياه تعيش بيها، شوف بقى على عكس القران، القران اي حاجه انا عايزاها بدخل ادور عليها حكم اي حاجه ميراث لا على حاجه اقول لك على حاجه حبيبتي، هل تعلمي ان القران يفسر بعضه البعض؟ يعني ايه؟ يعني اللي هتلاقيه مثلا في سوره البقره ممكن قوي في سورة مثلا آل عمران يوضح لك اللي في سورة البقرة، شفت قمة الجمال؟ يعني القرآن يفسر يعني يفسر يعني معنى يفسر بعضه البعض يعني مع في تجانس مع بعض. عارفة ليه يا ماما؟ عارفة ليه يا ماما كده؟ لأنه مصدر واحد ربنا، أيوة مصدره إله، هو اللي كاتبه وهو اللي بيسلسل احداثه، فعلشان طيب كده يعني هقول لك على حاجه يا نهى، هقول لك على حاجه لما بيطلعوا يقولوا لك القران ده اللي كتبه محمد صلى الله عليه وسلم، يعني في بيقولوا كده كشبهه، انا هقول لك على حاجه،
القرآن في الله عاتف في سيدنا محمد خلاص عبس وتولى وسورة المجادلة وبعدين ذكر فيها حديث الإفك. تخيلي تخيلي لو سيدنا محمد اللي القرآن كتبه من عنده أو قاله من عنده زي ما بيدعي بعض الجهلة. العرب عندهم يعني وبالذات يقولوا له سيدنا محمد ده عظيم، يعني الملاح ده بيقولوا عليه كده عظيم. هو ما مش نبي قد ما هو عظيم. طيب ماشي، العظيم ده يبين نفسه انه في رب بيوجهه، ان في رب يقول له يعني مثلا حديث الإفك ده لو هو سيدنا محمد اللي عامله عامل القرآن كان هيكتبه؟ لا، عشان العرب يقولوا انت عامل فيها نبي يا اخويا، صح، وشوف ايه اللي بيحصل في بيتك زي ما الشيعة الهبل بيقولوا. طيب لكن هو سبحان الله لا كان يؤمر بالتبليغ. تخيلي عبس وتولى، طب ما هو كتبها، ما هو لو هو مش نبي والقرآن ده من عنده مش هيكتبها ومش هيقولها، لكن هو صحيح. صادق حتى في الرسالة، يعني صحيح. اي حاجة كانت بتيجي تتوجه ليك يا سيدنا محمد كان بيكتبها، يعني بيحفظها في صدره والمسلمين كلهم يحفظوها ويتعبدوا بها ليوم الدين. خيالي ده لو القرآن مش من عنده كان هيحط الحاجات دي؟ لا طبعا، لا ممكن هيمجد نفسه اكتر. طب ماشي، ممكن نفكر باسلوب موضوعي ومنطقي، ايه الهدف اللي يخلي النبي محمد يكتب القرآن؟ ايه هدفه؟ فلوس مثلا؟ هو بالفعل ما حققش اي فلوس. ملك؟ هو ما اصبحش ملك، هو انسان عادي جدا، عادي عادي جدا، شأنه شأن كل الانبياء. هو وصل رسالة وملوش اي اهداف، بالعكس ده هو اتأذى بسبب رسالته دي. بالظبط، اتأذى بسبب رسالته دي. فهو يعني ادعاءات كذبة منهم، يعني سبحان الله، يعني ربنا يهديهم ويصلح حالهم. يعني فانا عايزة اقول لحضرتك يعني التناقضات اللي انا اكتشفتها في الكتاب المقدس دي ما كانتش امر سهل بالنسبة لي، دي كانت صدمة زلزلت كياني فعلا. يعني تخيلي لما تكتشفي ان انت في دين غلط واهل غلط، مامتك ماتت على الغلط وباباك مات على الغلط، انت صعدت حرفيا صعدت. لاني نشأت المسيحية وكنت بعتقد ان المسيحية صح 100%، لا غبار عليها من وانا صغيرة. لكن بقى لما بدأت ابحث بقى وتعمقت في البحث بدأت اشعر فعلا ان في حاجة غلط، في حاجة غلط في العقيدة، لازم تفسير. من هنا طبعا بدأت رحلتي بقى في البحث عن الحقيقة. الرحلة دي وصلتني في النهاية طبعا للإسلام. التناقضات اللي أنا اكتشفتها في الكتاب المقدس دي ما كانتش مجرد أخطاء عادية ممكن تجاهلها، يعني دي أخطاء يعني في صلب العقيدة، أخطاء جوهرية بتمثل أصل عقيدة ما ينفعش تجاهلها. طبعا الإسلام لقيت فيه طبعا إجابات لكل الأسئلة اللي كنت ببحث عنها، الوضوح اللي ما هوش موجود في المسيحية، الفطرة السليمة اللي بترفض إن الكتاب الموحى به من الله يكون في تناقضات او غلط، او يعني ده سبحان الله القرآن كل النسخ اللي في العالم نسخة واحدة بالحرف وبالصمت، يعني لو اكيد انت بعد اذنك اكيد انت شفتي حلقة أستس يوسف أستس، اكيد أستس. انت من متابعيه. في مرة قال لهم كان في القاعة اكتر من 20,000 تقريبا قاعدين في القاعة، فقال لهم ان الاسلام ما فيهوش ريحة التناقض، وجاب لهم صورة المسلمين حافظينها كلها. قال تقريبا كانت سورة ياسين او في ايه صورة بالظبط مش فاكرة، هي صورة الناس المسلمين متأكد ان كلهم حافظينها. فقال لهم شوفوا، قاعد يقرأ قال لهم يعني مثلا هيكسر حرف والحرف اصلا مش مكسور، يقوموا هم يصلحوا له يعني المسلمين الموجودين بصوت واحد يصلحوا له. قال لهم حتى التشكيل لو قلته على مسلم هتلاقيه هو يقول لك الصح وهو متعمد يقوله غلط، عشان يسمحهم قد ايه القرآن بالحرف في تشكيله بيقولوا صح. طب تخيلي لو كل نسخ القرآن دلوقتي اختفت من السوق، مش موجودة خلاص، وكل نسخ الإنجيل اختفت من السوق، المسيحيين هيعرفوا يكتبوا الإنجيل بتاعهم؟
مش ممكن. لما هم يعني المسيحيين هيكتبوا يعني هيوصوا كل الناس كل واحدة هيكتبوا ايه يا ماما؟ هيكتبوا انه نسخة، هيكتبوا انه نسخة واني لا هيجيبوا نسخ جديدة بقى. لا 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 هيجيبوا نسخ جديدة، كل واحد بقى هيجيب نسخة من عنده هيألفوا. ايوه لكن القرآن سبحان الله ممكن يتكتب، بقول لك يعني في ثانية يتكتب. اطفال صغيرة حافظة القرآن بالتجويد، انا بحسد الاطفال الصغيرين اللي حافظين القرآن كده يعني سبحان الله. طب انت عندك طبعا اكيد عارفه الاطفال اللي يعني مثلا لما بتبي في المسابقات بتاعه القران تجيبي واحد مثلا من افغانستان من اي بلد شاور عليها وداخل مسابقه القران الكريم، تقولي له اسمك ايه؟ ما يعرفش يجاوب، لازم تقولي له واتس يور نيم. ايوه تيجي باقي القران يكر. اه لما كنت في اندونيسيا كانوا الاندونيسيين سبحان الله مش ناطقين باللغه العربيه، لكنهم عنده قران او كده بينطقوا سبحان الله ولسانهم جميل في القران. فيعني دي حاجه، دي معجزه في حد ذاتها. يعني انا بعتبر القران وحفظ القران معجزه، معجزه في حد ذاتها، بعكس الانجيل خالص. يعني ما تلاقيش حد حافظ الانجيل، يعني ان كان حافظ مزمور ولا ان كان حافظ حاجه، ونلاقيها مثلا في نسخه تختلف عن نسخه تاني واقول لك مرادفات الكلمه مش هتعمل حاجه عادي ما نغير. ايوه بس ربنا قال ايه؟ يعني ربنا اللي قاله فين؟ احنا عايزين البيور، عايزين اللي ربنا قاله، مش هتلاقي، مش هتلاقي الكلام ده. لكن القران حاجه جميله، القران ده نسخه واحده في كل البلاد وناطق بلغه واحده. اه في قران بيترجم يعني مترجم بالانجلش وكده، بس لا النسخه العربيه هي اللي المسلمين كلهم متفقين عليها وما تلاقيش فيها اختلاف، ولو حصل اختلاف في ثانيه زي البوصله تلاقيهم يلقطوا الاختلاف ويصححوه. دي حاجه جميله. بعض الملحدين بيقولوا لك ان القران فيه تناقض، اللي بيقول القران فيه تناقض ده التناقض بيبقى في مخه، هو مش فاهم اللغه العربيه اصلا. لو فاهم اللغه العربيه وقدر يعرف هيعرف ان التناقض في مخه وفي فهمه هو. ثواني يا ماما، طيب. يعني هو الملحد ده، الملحد ده اللي لسه مولود امبارح طلع يطلع تناقض في القران، عدى على ناس متمكنه ومتفرسه من اللغه العربيه؟ لا ما هو عشان بيفهمه بمخه، هو بيفهمه بمخه، هو ولا مخ ولا عنده مخ ولا عنده مخ اصلا. اه يعدى على ناس عتاوله في اللغه العربيه، انت هتعدل عليهم؟ خليه بس يروح يشوف الانجيل. هو على فكره هم بيقولوا ملحدين لكنهم نصارى مش ملحدين، هم يتظاهروا بالالحاد علشان انت وانت بتناقشيهم ما تهجميش عليهم في عقيدتهم. يقول لك احنا ملحدين مش تبع اي دين، عشان هو يهجم وانت ما تعرفيش هتهجمي على ايه؟ الملحد ده هتهجمي له عليه؟ لو قال لك نصران دي هتهجمي على الكتاب بتاعه. في حاجة تانية كان نفسك تقوليها وعايزة تقوليها؟ لا يا أمي تمام بارك الله فيك. أنا بس في النهاية يعني عايزة أدعو الله سبحانه وتعالى إن هو يهدي قومي للحق، أسأل الله أن يملأ قلوبهم بالنور ويعزز فيهم الرغبة في البحث عن الحقيقة، لأن الهداية نعمة عظيمة تشرف في النفس وتبدد ظلمات الشك والضياع. فليكن دعائي دائما أن يهدينا جميعا إلى ما يرضيه ويقربنا منه. آمين يا رب العالمين، ربنا يهدي الجميع، والقناة نورت بوجودك، وربنا يعينك على الرسالة بتاعتك، وبيتهيألي رامي كده نام منا الراجل قال ايه ده هيطولهم، فقال لك اسحب بقى عم رامي. عم رامي فوق. صدقني نام حضرتك يا امي انا مش نايم. طيب انت عمال انت في بث تاني ولا ايه؟ لا بس اصبري وجعني شويه مفيش حاجه. طب يلا احنا خلصنا، تحياتنا لكل الاخوه والاخوات. شكرا جزيلا لحضرتك وشكرا لاستاذنا. اصل كنت حضرتك لسه بتساليها في حاجه تانية عايزه تقوليها، مش اكتر من كده، كنت منتظر. لا ما هي خلصت، دعت لكل. طيب شكرا جزيلا لحضرتك وشكرا لاستاذه نهى على الافاده وعلى التناقضات. الكتاب المقدس الفقره الاخيره كانت ثريه جدا يعني. ربنا يبارك لكم ويحفظكم يا رب، وشكرا لكل الحضور الكرام، الاستاذ العراقي النحوي واستاذه ساره واستاذه مؤنيس وكل الاساتذه الكرام ان شاء الله. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.